عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد مع مريم شانيل. اليوم أقدم لكم الحمص بالجمبري. نحتاج عندنا هنايا 500 غرام ديال الحمص، عندنا نص كيلو، عندي هنايا 200 غرام ديال الجمبري لانغوستينو او الكروفيت، غسلته مزيان قشرته، كنحتفظ حتى بالرؤوس ديالهم باش غنحتاجهم في المرق ديال الحمص. عندي جوج ديال المطيشات محكوكين، فلفله حمراء قشره، واحد فيزو حتى هي مقشره، نص كاس ديال الزيت، ثلاثه ديال فصوص الثوم مقطعين طريفات صغار، جوج ديال الورقات ورق الغار ورق سيدنا موسى، فلفله قاره على حسب الذوق، واحد طريف ديال البويرو او الكراف مقطع طريفات صغار، شويه ديال المعدنوس والقزبر مقطعين طريفات صغار، واحد البصله حتى هي مقطعه طريفات صغار. هنا عندي توابل، عندي نص ملعقة صغيرة ديال الزعتر، نص ملعقة صغيرة ديال قزبر حبوب، الملح حسب الذوق، ملعقة من الكمون، نصف ملعقة من الكركم، نصف ملعقة من الزنجبيل سكنجبير، ونصف ملعقة من الإبزار على حسب الذوق. والآن نمر لطريقة التحضير. والآن نمر باش نحضروا المرق ديال الحمص. عندنا هنايا واحد الطنجره فيها الماء، كنضيفوا عليها الرؤوس ديال الجمبري. هاد الفلفله هادي عندنا قشرناها، فلفله حمراء واذا كانت عندكم خضراء كتعطي واحد الكوستو رائع للحمص. غادي نقطعوها غير هيدا طروفه كبار حتى هما، سناهوريه حتى هي، حيت هادو من بعد كنطحنوهم حتى هي كنقطعوها غير طروفه كبار صافي، وكنردوها في هاد الطنجره حتى هي. كنضيفوا شويه ديال الملحه، حيت الشيء ضفنا الملحه دابا ما كنضيفوهاش من بعد، انا كنفضل نضيفها دابا، كنزيدوا الملحه الساعة كنردوها طيب تقريبا 20 دقيقه. المرق ديالنا ديال الحمص كيغلي، الكالدو ملي كيغلي كنحيدو له هاد الرغوه، هاد الرغوه ديال ديك الجمبري هادي كتحيد. كنغسلو البوطه شويه، كنخليوه يطيب حتى كيطيب ديك كطيب ديك خيزو وديك هادي كطيب مزيان على الاقل واحد 20 دقيقه الساعات كنطلق. والان المرق ديالنا واجد، المرق ديال الحمص الكالدو ها هو. كنحيدو الفلفله كنعملوها في هاد الطحانه باش كنطحنوها، والجزر حتى هو. الطريقه هادي ديال الحمص بهاد الخضر هادو كنطحنوهم ما كيبانوش، بالنسبه اللي عنده الوليدات ما كياكلوش الخضره وما كياكلوها بواحد الطريقه ما كيردولاش البال. كنزيدو شويه ديال المرق مع هاد الخضره باش كتطحن مزيان. هيا طحنتنا مزيان، كنعملوها في الطاجين ديالنا. هيا الان كنجيب واحد الصفاي كنصفيو هذا المرق. كنتكيو على هاد الريوس ديال الجمبري كيعطي واحد البنه رائعه للحمص ديالنا.
هذا هو المرق ديالنا. كنضيفوا الطاجين الحمص ديالنا، كنضيفوا مطيشه ديالنا، ديك جوج ديال المطيشات، بويرو، البصله، الخسبور والمعدنوس، ثوم، فلفلة حارة على حسب الذوق اللي كيعجبو الحار، واحد الورقتين ديال ورقتين الغار لاوريل. والان كنضيفو التوابل. عندنا هنا كيف ما قلنا السحتر، عندنا هنايا حبوب الكزبرة، ملعقة ديال الكمون، نص ملعقة ديال الخرقوم بلدي، نص ملعقة ديال الزنجبيل، ونص ملعقة ديال الابزار. وهاد التوابل هادي المقادير، هادو المقادير لحساب نص كيلو ديال الحمص. يعني اذا عملتوا المقادير قليله ولا زايده ساعتك نتوما كتغيروا. في الاخير كنضيفوا الزيت، ها هو نص كاس الزيت ديالنا. الساعه كنحركوا كلشي، كنشوفوا في ديك الوقت ديك المرق ديالنا وديك الكالدو واش جا هو هذاك مع هاد الحمص ولا جا ناقص. انا بالنسبه لي اللي جاني هو هذاك. اذا جاكم ناقص كيمكن تضيفوا شويه ديال الماء. انا جاني هو هذاك. دابا غنردوها للبوطه طيب. كنعملوا لها البوطه في الاول مجهده حتى اللي كتبدا تغلي، وملي كيغلي ساعتك كنقصوا البوطه وكنخليوها يطيب على خاطرو. نتلاقاو ملي يطيب ان شاء الله. الحمص ديالنا ها هو واجد. طاب الملح جات هي هذيك، ها هو خاطر طايب جا غزال. دابا ما بقينا الا كنضيفو هاد الجمبري او لانغوستينو، كنضيفوهم هما الاخرانيين. 10 دقائق 8 دقائق حتى كيتبدل لهم اللون ديالهم كيطيبوا. ساعتك كنمروا لطبق التقديم، وكنضيفوا شويه ديال الربع خضر من الفوق. عاد نخليوه يغلي واحد 10 دقائق كيف ما قلت لكم، ساعتك نمروا لطبق التقديم. ها المرقه كيفاش كتجي خاطره، ديك الخضره هذه كتجي خاطره. طابير في الطاجين، شو الحمص هو، شو كيفاش طايب. الحمص ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي غزال، فيه الاسماك، فيه الخضر بطريقه صحيه ويعجب حتى الاطفال. ما كتبانش ديك الخضره اللي مطحونه، ما كيبان حتى شي حاجه. كنتمنى الوصفه ديالي تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه ان شاء الله.